سمية إسماعيل هندوسة، صحفية سودانية مقيمة في مصر أنا من 2003. من فترة ذهبت إلى السفارة عشان أستخرج جواز وجنسية لابني. في السفارة اتفاجأت إنه اسمي قالوا محظور وجوازي نازل في الغوائم، فيفترض أراجع السجلات في الخرطوم. الكلام ده كان شهر 5 2012. ذهبت إلى السودان في العيد بعد وفاة زوجي وبنتي في سنة واحدة. ذهبت أحضر العيد في السودان وأحل مشكلة الجواز. ذهبت السودان اتفاجأت إنه بيقولوا لي جوازك أصلا ما كان محظور، وبعدها تقريبا من مكان الجوازات رحت فين؟ وزارة الداخلية. رحت وزارة الداخلية قسم السجلات اللي هي بتاعت الأشخاص المحظورين، بيقولوا عليها الغوايم في السودان، اسمها الغوايم. ففوجئت إنه اسمي ما نازل في الغوايم واسمي ما محظور وجوازي سليم. بعدها مباشرة ذهبت إلى المنزل. مجرد ما وصلت المنزل بيومين ثلاثة فوجئت بحركة بتاعت رغابة، يعني في عربية فيستو حمراء كانت بتمشي وراي أي مكان أمشيه، فشهدت عليها كم شخص إنه العربية دي ماشية وراي. فبعدها ثاني يوم العيد تم استدعائي رسمي لمكاتب جهاز أمن الدولة عن طريق شخص عرف نفسه بأنه العميد بابكر الفادني، وإنه مفروض أذهب إلى مكاتب أمن الدولة اللي هي في موقف شندي. لم أذهب مكاتب أمن الدولة. ليه ما رحتش مقر أمن الدولة؟ استعنت بصديق يعني، فهو استشرته فقال لي لا، هم لو لهم حاجة عندك كان جوك لحد البيت، ما تروحي، هم لو عايزينك بيجوا لك لحد البيت. ففعلا ما رحت. يوم الأحد يوم الاثنين الصبح، فيوم الاثنين المساء خرجت من امام المنزل قصد سوبر ماركت جنب البيت، فوجئت بانه عربتين، عربه بوكس دبل كاب وعربه لاند كروزر، وفيها يعني عدد 7 8 اشخاص كلهم جو ناحيتي. العربات دورت والناس ماشيه ناحيتي، اخذت يمين الشارع مشي، حاولت اسرع ولكن العربات يد عملت حركه كده وعلى طول خدوني في العربيه بشكل يعني زي الارهابيين، زي الشخص اللي عمل جريمه كبيره زي. انا اتفاجات، وبعدها في العربيه يعني لبسوني حاجه كده ونزلت يعني خدوا لي راسي تحت خالص وطلبوا مني ما ارفع راسي، وكان احد الاشخاص خط رجله في رقبتي يعني، وبر يخط رجله في راسي بطريقه غبيه جدا. وبعدها ذهبت يعني نزلوني في مكان عبارة عن المخازن الكبيرة في الجملونات، ومكان فيه مكاتب، كنت أسمع أصوات بتاعة تعذيب ناس في المكان ده. خدتوني في غرفة فيها شخص مختل عقليا. يعني شخص مختل عقليا؟ شخص مجنون. شخص كان نحيف جدا، يبدو عليه الجوع والهزال، والهزال كان بيحرك راسه بطريقه غريبه، وكان اظافره طويله، دقنه طويل، فتره ما حلق خالص. لبسه بقى اكبر منه، يعني حتى كفوفه بيضاء، يعني شكله حد مش ماكل فتره، شكله معتقل قديم. فخفت منه في البدايه، بعدها لقيت انه مش ما يعني ما ماخد باله. قبلها خدوا مني تليفون، قالوا لي معك وسيله اتصال، اديتهم التليفون اللي هو فيه الخط المصري، في تلفوني في جيبي، ما اديتهم تلفوني. خطوني مع الراجل ده، فقلت اكلم ناس البيت، ابني كان مريض، انا نازله اجيب لي حاجه من السوبر ماركت، اسرتي مش عارفه انا فين. طلعت التلفون، اول ما اتصلت هم تقريبا عندهم كاميرا على طول، فتح الباب وخد مني التليفون. فقلت له لو سمحت بس اكلم ناس بيتنا اقول لاختي انه انا فين. قال لي لا، قفل التليفون وخده. بعدها يعني مريت بأبشع أنواع العنف النفسي واللفظي قولي لنا بالتفصيل إيه اللي حصل؟ تم اغتيادي لمكتب فيه ترابيزة واحدة، كرسي واحد، شخص موجود،
وستة أشخاص. وأنت واقفة؟ أنا واقفة. أول كلام يعني قلت له لو سمحت أنا مريضة وعندي ضغط فعايزة كرسي. جاب لي كرسي. جلست على الكرسي. اسمك مين؟ قلت له اسمي بالكامل سمية إسماعيل إبراهيم هندوسة. هندوسة ده مين؟ قلت له جدي. قال لي لا أنت جدي كيف؟ قلت له جدي والد والدي. قال لي لا أنت ما أنت مالكيش والد أصلا، أنت بنت حرام. يعني بعدها كان لي أسوأ أنواع السباب. بعدها سألني قبيلتك إيه؟ قلت له رزيقات. قال لي يعني أنت من غرب السودان من دارفور، إذا أنت يعني خادم أو عبدة، أنت مش حرة. سألني طلع المنشورات المغالات بتحتي مجموعة. أنا فاكرة الموضوع أكبر من إنه مغالات، لأنه ده مش مبرر يعني ياخذوا شخص كده عشان مغالة. إيه المقالات اللي طلعها؟ مجموعة من المغالات اللي هي كانت بتنتقد الوضع الحاصل. زي عنوانها إيه المقالات دي؟ استتابة البشير أو جلده تنفيذا لحد الغصب، اللي هي كانت يعني بتتكلم عن يعني آيات قرآنية وأحاديث في بتتكلم عن حد الغصب. لأنه الرئيس وقف في منطقة اسمها القضارف وقال إنه في بنت، كان ظهر فيديو بتاع بنت سودانية تولد، فالفيديو انتشر في العالم ويعني حرك الرأي العام. فالرئيس في حشد قومي يعني وما عنده علاقة بالحدث ده قال إنه البنت التي ولدت هي ثانية، فلأنه مش أي شخص ممكن يثبت حد الزنا بناء عليه. يعني أنا من آيات القرآنية استشهدت بالآيات والأحاديث يعني إنه لا يمكن يثبت حد الزنا، والشخص الذي يقول كده مفروض تتم استتابته أو يولد، حتى لو كان البشير. البشير موظف دولة يعني ومش فوق القانون أو فوق الشرع. في مقال تاني اللي هو ذاكرة الشعوب لا تخون يا عمر. في مقال لمجموعة من النساء الغتل في السودان، التاية حليمة سعدية، بأي ذنب غتلنا. في مقال متى يعلن البشير صلاتهم بحلايب. البشير كل سنة يقول ان احنا ماشيين كل فترة حنصلي في المنطقة الفلانية. ف مجموعة مقالات. ف كل المقالات دي طلعها قدامه المحقق. ايوه. سالني المقالات دي بتاعتك؟ قلت له ايوه. فقال لي الكلام ده الفارغ ده كتبتيه انت؟ قلت له لا، الكلام ده قران واحاديث. انت اخذت يدك في ايات قرانيه واحاديث، ده مش كلام فارغ. عموما انا كتبته. قال لي يعني بتعترفي؟ على طول نده واحد قال لي جيب الخراطيم. جاب خراطيم سوداء كبيرة جدا. ثلاثة منهم خدوا خراطيم قعدوا يضربوني. وقعت تحت قعدوا. اتلغيت كمية من الركلات والصفعات في رقبتي مؤخرة الراس وفي راسي وهنا. فمجموعة من الضرب من غير مبرر. بعدها ناداني ثاني في نفس المكتب. سألني انت كاتبه الكلام ده؟ قلت له نعم كاتباه، لكن يعني حتى لو انا كاتبه الكلام ده عندك نيابه الجرائم الموجهه ضد الدوله، اذهب الى نيابه الجرائم الموجهه ضد الدوله او اذهب الى نيابه الصحافه. اذهب الى نيابه الصحافه او اي مكان اخر. لكن يعني دي مش طريقه يعني يتم اختطافي وضربي وكده. ف عاين للصور اللي موجوده والمقالات عليها صوره بتاعتي، فعاين كده قال لي ده انت قلتي من دارفور؟ قال لي نعم. طيب الشعر ده جبتيه منين؟ يقصد شعري؟ يقصد شعري. فقال لي طلعي الطرحه. قلت له نعم نعم اللي ورايا طحقه بطني كده. بقيت مش سامعه بيقول ايه. بيتكلم انا مش سامعه. طلعت الطرحه. بقيت اسمع صوته بعيد. فنادى على واحد اسمه عبد الرحيم. قال لي يا عبد الرحيم هات مقص. الشعر ده مش بتاعك. احنا ابائنا هجنوا امي. والشعر ده بتاع ابائنا واحنا عايزين شعرنا. راح قاصص الشعر كله. خلاني بالمنظر ده. بعد ذلك قال لي انت كنت عايزه تعلمينا شغلنا؟
قلت له يا اخي شوف اذا الموضوع مغالات ونشر امشوا يعني دي قضايا نشر في جهات مختصه يعني ممكن تجيبوني هنا وتهينوني. قال لي انت شفتي حاجه؟ بعد ذلك طلب مني اطلع العبايه اللي انا لابساها. قال لي طلع العبايه. انا خفت جدا وخفت تحديدا من الاغتصاب. قلت له ايوه حيخبطوني ثاني. رحت طلعت العبايه يعني لابسه تحت العبايه بلوزه كده اتشتمت اسوء انواع الشتايم. وقال لي يعني انت بتلبسي كده مش بتناس وجايه كيف من الشارع كده وانا يعني علما جيت له لابسه عبايه. نده لي اسمه عبد الرحيم قال لي جيب مكوه. عبد الرحيم جاب المكوه راح خدت المكوه في الكهرباء بقى يعمل لها كده يعاير علي. افتكرته تهديد وقف جنبي فجأة خدت المكوى انا فاكره يعني برضه بيهدد. لما خدت المكوى ده حد اسمي بقى يحاول اثنين يثبتوني وهو ياخد المكوى. انا بمسك يديه وبقاوم واحد يرفع التيشيرت يخطها في بطني اعمل كده واحد يرفع من ورا وقعت تحت. لما وقعت تحت يركلوني برجلينه قعدت اصرخ باعلى صوت طبعا. بعد ذلك انا اتضربت لحد ما يعني فقدت الوعي تماما. ما عرف الكلام ده استمر لامتين. بعد ده نادوني في مكتب تاني مش عارفه ما قادره اقدر الزمن. بعد ساعه بعد ساعتين لما يستدعي في مكتب تاني قلت لهم يا اخي الشخص اللي بيضربوه ده عشان يعترف. يعني في شخص ينكر المعلومه. انتوا عايزين تصدقوني اسالوني انتوا ما سالتوني عشان تضربوني. قال لي لا عايزين نسالك الان انت علاقتك ايه بمشروع انف؟ قلت له مشروع انف؟ قال لي قلت لك كفايه المصريه؟ قال لي لا مشروع بتاع جورج كلوني الممثل الامريكي. قلت له والله اول مره اسمع به من عندك حضرتك قبل كده ما سمحت به وانا المشروع ده. قال لي لقيتنا معلومات انه انت تابعه للمشروع ده. قلت له دي معلومات مغلوطه اصلا. أنا ما أعرف حاجة عن المشروع ده وأول مرة أسمع به منكم. قال لي طيب لماذا ذهبت إلى جنوب كردفان؟ في منطقة بتاعت حرب. قلت له لا أنا مشيت جنوب كردفان في إطار عمل إنساني. أنا ما مشيت يعني. قال لي لا جاتنا معلومات إنكم بتشتغلوا شغل بتاع حقوق إنسان. قلت له لا برضها معلومات مغلوطة. بعدها برضو اتضربت واتهنت وعلى اساس عنصري. انا يعني تسبيت بأسوأ انواع العنف اللفظي انا سمعته في حياتي. واليوم الاول والثاني كنت يعني انا بتضرب يعني على طول. من اليوم الثالث بقى الضرب قل. الخمس ايام في المعتقل ما قدموا لي اكل خالص. اليوم اللي انا ماشيه فيه اللي هو يوم الجمعه بعد ما خلاص عايزين يطلعوني وانا ما عارفه هم ليه ودوني المعتقل وليه مطلعيني من المعتقل. لحد الان انا بسال. جابوا لي طعميه قطعتين طعميه ونص عيشه. في المعتقل قدموا لي شاي مرتين ومويه في اليوم مره. مشيت الحمام مرتين. بعدها يعني اطلقوا سراحي بطريقه غريبه جدا ودوني منطقه نائيه في شمال بحري. منطقه يعني هي كبيره جدا. اختاروا بقعه بتاع الطين راحوا يعني ركلوني من العربية على بقعة الطين غزفوا لي شنطتي وراحوا ماشيين. مع ذلك أنا عينت ويعني التقطت الرقم بتاع العربية نزلني. فاكر رقم العربية؟ أيوة 55 62. بعدها فتحت تلفوني لقيته فيه كهرباء على طول. دخلوا علي ناس البيت يعني قبل ما أتصل عليهم. فأخوي بيقول لي أنت وين؟ عمي انت وين؟ قلت له انا مش عارفه انا في منطقه لكن في بيوت بعيده. مشيت ناحيه البيوت قال لي خليكي في المحل انت فيه واحنا بنجيك. قلت له لا هيجوا راجعين ثاني ياخذوني. جريت ناحيه البيوت شكلي يعني وشي وارم. الحته دي فيها زي مش عارفه لحد الان ما اكتشفت فيها كسر ولا. المهم الضرب على الرضخ على المشاكل على مشيت لقيت راجل عجوز عنده دكان. سالته المنطقه دي فين؟ قال لي دي منطقة اسمها السمرة.
فقلت له عمين وانا في منطقه السمره. فقام قال لي السمره دي في شرق النيل في ام درمان. سالت الراجل احنا في ام درمان؟ قال لي لا احنا في شرق النيل. قلت له انا في شرق النيل. قال لي خليكي قبلك احنا بنجيكي. قلت له لا ابدا مستحيل، انا ما بقعد هنا عشان يجوا راجعين ثاني. سالت عن محل بتاع ركشه اللي هي تكتب، لانه قالوا ما في مواصلات في الحته دي. مشيت اخذت التكتك ده، اتفقنا معاه يوصلني حته فيها مواصلات، يتابعوا معايا اسرتي لحد ما وصلوني بعربيه. اتقابلنا في منطقه السامرة وحطي اسمها اللاسي. فعايزيني امشي البيت ارتاح وكده، فانا رفضت تماما. انا عايزه امشي القسم اعمل بلاء، انا عايزه امشي المستشفى ادعالك. قالوا لي ده الناس دي هذا الامر ما بتطلع منهم بحاجه، وثم عايزه اطلع بحاجه، انا عايزه اثبت حقي. فعلا مشيت في المستشفى ام درمان، اتفحصت فحص دقيق جدا، قالوا عايزين اوريك 8. اداره المستشفى رفضت تطلع اوريك 8، ورفضت تطلع الاورنيج اللي بموجب المفروض انا اتعالج، اورنيج اصابه. المستشفى ام درمان رفضت تعالجك؟ لا، رفضت اصلا تستخرج الاورنيج فعشان انا اتعالج. انا من الساعه 1 ظهرا لحد الساعه 11 بالليل بين المستشفى وقسم الشرطه. عشان تعملي محضر؟ عشان اعمل محضر، عشان بموجبه اقدر اتعالج، لانه العلاج من غير محضر ما يدعمني. اي نيابه رفضت تعمل بلاء. في النهايه لقيت في نيابه بحري واحده سيده وكيل نيابه، حكيت لها الحاصل، وريتها الحروق اللي في جسمي، قالت لي انا هعمل لك البلاء ما في مشكله. عملت البلاء، وجهت قسم الشرطه انه يتم فتح بلاء، انه يتم استخراج اورنيك 8 للعلاج. اخذنا يعني يدعم الاجراءات اوليه، مشينا القسم. ضابط اسمه حسام وضابط ثاني رفضوا نهائي يعملوا البلاغ، احتجزوني في القسم ما يزن عن 4 ساعات عشان قلت لهم الطرف الثاني جهاز امن. ايوه. بعدها ندهوا لي مدير القسم. انا قلت لهم خلاص انا ماشي، خليت العلاج وخليت اورنيك 8. قالوا لي لا ما من حقك تمشي، مدير القسم جاي. بعدها جاء مدير القسم فراح حكيت له الحاصل شنو، عمل استجواب قال لي لا انت ما تقولي جهاز امن، ما تقولي جهاز الامن، انت قولي دي ناس مجهولين عشان بلاغك يمشي. قلت له لا ده جهاز الامن، انا ما حقول اي ناس ثانيين. قال لي لا يمكن عندك عداوه معي شخص ثاني. قلت له حتى لو انا عندي عداوه ما في شخص عنده امكانيات يختطفني بالطريقه دي من الشارع، يوديني يعذبني ويتشفى فيني ويحرقني عشان يسالني من مقالات منشوره في النت ومنشوره في الدنيا كلها. اتهموني اكتب، قالوا لي انت بتكتبي في صحيفه الراكوبه، انا ما اصلا ما حصل كتبت الصحيفه اسمها الراكوبه. قالوا صحيفه معارضه؟ صحيفه معارضه، انا بكتب في صحيفه اسمها المهمشين، صحيفه الكترونيه، بكتب في السودان اليوم، بكتب في الموقع بتاع العدل والمساواه السودانيه. خلوا المواقع دي وسالوني عن صحيفه الراكوبه، قلت لهم انت قالوا لي بتكتب في المهمشين ليه؟ قلت لهم انا بكتب المقال بتاعي بنزله في الفيسبوك وتويتر، بعد ذاك الناس بيشيلوه يوزعوه، يعني ما انا اللي ببعت للناس مخصوص. قال لي طيب، يعني من ضمن الحاجات اللي حصلت انه عشان المقال. المهم انا اتعكست عشان افتح البلاغ. في النهايه قلت لضابط الشرطه اسمع، الشرطه جهاز تنفيذي، انت افتح البلاغ وبس، حتى لو كان البلاغ ده في عمر البشير افتحه. قال لي المقالات اللي انت بتكتبيها نوعها ايه؟ قلت له مقالات عاديه مقالات راي. قال لي لا ما في حاجه اسمها مقالات راي، ورينا يعني مقال مثلا قول اسمه. قلت له اسمه. قال لي يعني انت بتعترفي انك بتكتبي مقالات معارضه؟ قلت له بعترف. انت عايز تستنطقني وتنتزع من اعتراف؟ يا اخي اعترفت، انت ما الجهه المختصه ولا هو الجهه المختصه. في حاجه اسمها نيابه صحافه، في حاجه اسمها نيابه جرائم موجهه ضد الدوله، في حاجه اسمها امن الصحافه. دي الجهات المناضله المحاسبه في حته زي دي. فهسي انا شايفه نفسي تحولت من شاكي لمتهم. فلو سمحت اعمل البلاغ، لا اما انا خصمي جهاز امن الدوله وانتو جهاز الامن والشرطه، لانه انت كشرطه جهاز تنفيذي افتح لي البلاغ وبس. قال لي البلاغ ما بيمشي لقدام. قلت له ما يمشي، بس انت افتح لي البلاغ لو سمحت. قال لي بدخلك في مشاكل. قلت له لو سمحت انا في كامل اهليتي، في كامل قواي العقليه، مسؤول عن كل كلمه بقولها، انا عارفه حقي كيف واجيبه من وين، افتح البلاغ لو سمحت. عمل لي فعلا بلاغ ب 451 بتاريخ 2/11/2012 اللي هو يوم الجمعه.
بعد خروجي بقد ايه؟ بعد خروجي ب الساعة 11 انا خرجت الساعة 1 11 ساعة. بعدها وجهوا انه اذهب للمستشفى. وقتها كان المحامين وصلوا معي مجموعة من النشطاء في مستشفى ام درمان. كانت في محاولة اعتقال للنشطاء معي. فطلعوا الشباب الباب الثاني برضو في قسم الشرطة في الصافية. حاولوا انه يعني جابوا سيجارة بتاعت بنج وحاولوا يقول لهم دي بتاعت مين يا شباب. شباب طلعوا برا السجن برا القسم خالص. يعني هم بيحاولوا على قدر الامكان انهم يخوفوا الناس اللي موجودين معاي. فجات المحاميه منال مرخوجلي من مكتب المحامي نبيل اديب وقبلها محامي اسمه استاذ محمد كانوا معاي. مشينا احنا المستشفى. الضابط وقف للدكتوره واداها الملف في ورنك 8. الدكتوره فحصتني يعني فحص غير دقيق خالص. فركزت على الحروق وركزت على هنا. قالت لي الشعر ما في طريقه. قلت لها ايوه لا الشعر خليه بس الحاجات المحتاجه علاج. فبكشف لها جسمي للرضوخ واسرار الخرطوم وكده. قالت لي لا خلاص خلاص. قالت لي البسي. قلت لها لو سمحتي بس يعني انا عايزه تثبت الحاجات دي. قالت لي لا. المهم الحاجات اللي اتكتبت في ورنك 8 اللي هي الرضوخ الحروق الحاجات الظاهرة. بعدها برضو أنا عملت المستحيل إنه أطلع من السودان. وكان عندي تنسيق إنه أطلع بأثيوبيا عن طريق القضارف. كان عندي تنسيق إنه في النهاية لقيت شخص يعني بالفلوس ممكن يطلعني هو يعني ضابط. فالحمد لله توفقت إنه أنا أطلع. بعد ما طلعت لسه الآن أنا أسرتي بتتعرض لمضايقة. حاليا هنا في مصر اكتشفت انه عندي مشكله هنا في العظم اللي تحت العين اليمنى. عندي مشكله في الفك الشمال. عندي مشكله هنا في الفقره الثالثه. يعني غير المشاكل الاساسيه والحروق والمشاكل المعنويه انا الان عندي يعني مشاكل ثانيه. عارفه انه ما حاطلع انا من جهاز الامن في حق ولا باطل. الان في قضيه شغاله في السودان ماسكها المحامي نبيل اديب. وما عايز اخلي حقي لجهاز الامن لانهم هم يستمروا حكايتين الاختطافات والاعتقالات التعسفيه والتغييبات الغصريه لكل الناس المخالفين لهم في الراي. يعني اسلوب الحرب بتاعهم اسلوب قديم وهم ما حيخلوه. لكن احنا بنحاول قدر الامكان اننا نثبت حقنا. يعني ما حنسكت. ايه اللي حصل لاسرتك دلوقتي؟ نعم؟ ايه اللي بيحصل لاسرتك دلوقتي؟ تم الاتصال باختي. سالوها مني جو بيتنا. سالوا امي. امي قالت لهم هي سافرت. احنا ما عارفين والله. فقالوا لها لا سافرت وين؟ قالت لهم سافرت مصر. قالوا لا عندك تليفونها. امي من الخوف ادتهم تليفوني. ثاني تم اغتياد امي واختي لمكاتب امن الدوله. قبضوا عليهم فعلا. قبضوا عليهم ايوه امبارح. ودوهم المكاتب وسالوها خلال اسبوع. قالوا ارجع السودان. لو ما رجعت خلال اسبوع قالوا لها انت عندك ولد واحد. يعني هددوها بولدها. انا عندهم برضه هددوني بذبح ابني قدامي ويزجوا بي في مستشفى المجانين. ده على اساس ايه؟ انه انا كنت بقول لهم يعني بقول له امشي نيابه جنايه موجهه ضد الدوله. فقال له دي عايزه تعلمنا شغلنا. اخسر فيها رصاصه. قال لي ما بخسر رصاصه. اذبح ابنها قدامها ويقدعها في مستشفى المجانين. وابني كان معاكي في الاعتقال؟ لا ما كان معي. ابني كان مريض وكان في البيت. لكن هم يعني مثل الكلام يعرفوا انه انا عندي ابن. فهددوني بابني. امي برضه هددوها بابنها. كل ده بسبب مقالات؟ ده كله بسبب مقالات راي ونشر. يعني ما اتوجهت لي تهمه. ما في يعني ما تم يعني هثي. انا ما عرفت ليهم اخذوني وليهم رجعوني. يعني انا شعره بالغبن وشعره بالظلم. يعني لو عندهم اي حاجه علي يعني لو اي في اي دلوقتي هم بيقولوا انه في تحقيقات ما اكتملت. أنا ما عارفة التحقيقات دي هم بيقصدوا بها إيه. إذا قصدهم ترهيب ولا غيره الناس خلاص ما عادت تتنازل. أنا تم اعتقالي في 2002 بسبب قصيدة وخليت لهم البلد. وأنا طلعت في 2000 وأسرتي طلعت بعدي. والموضوع لميناه وقتها لأنه ناس بيتنا كانوا شايفينه فضيحة كونه بيت يتم اعتقاله. الآن الموازين اتغيرت. المعايير اختلفت. الناس ما عادت تخلي حقها لا جهاز أمن لا غير أمن. بيني وبينهم قضية. كسبتها ما كسبتها أنا عايزة أثبت إنه أنا عندي حاجة عند الناس ديل. بنفس الطريقة اللي اختطفوني بها من غير ذنب
وضربوني وحرقوني وحلقوا لي شعري ويعني عانيت ما عانيت بسبب العنف اللفظي بتاعهم. ما حخليهم اصلا ما حخليهم وما حيغيروا حاجه. يعني دلوقتي الضرب وده كله لا هو حيغير قناعاتي، لا حيحسن وجه النظام في نظري، لا حيخليني اتراجع عن كتاباتي، اصلا ما حاتغير، بالعكس حاكون أسوأ معاهم. يعني الغبن اللي ادوني له الاخير ده حيخليني معاهم اشرس. خلاص ما في حاجه اضيفها. انت دلوقتي تعرضت للمشاكل دي كلها بسبب مقالات الراي وعملك الصحفي. ايوه. انت صحفيا جربت ايه؟ انا اشتغلت في صحيفة الصحافة من 98 لحد 2000، بعدها اشتغلت في صحيفة الوطن نهاية 2002 تم اغلاقها. انا 2003 شهر 4 طلعت من السودان، بعدها اصبحت راسل الوطن بعد ما رجعت من حين لاخر، رجعت في 2005، لكن انا مكثفة نشاطي في النت. طيب وانت هنا في مصر عملت الجريدة دي؟ عملت في المصري اليوم في بدايته. في مصر؟ ايوه. تمام. وانت بتمارسي عملك الصحفي ليكي اكتر من كام سنة؟ من 98 يعني 15 سنة تقريبا. 14 سنة. طيب هل انت موافقة على نشر الفيديو ده للمواقع الصحفية والمنظمات الحقوقية؟ نعم موافقة على نشر الفيديو؟ موافقة. انا عايزة اثبت حقي. يعني اللي انا تعرضت له ده بيتعرض له الاف الناس، الصحفيين بالذات يعني بيعانوا. انا مؤخرا حضرت المؤتمر بتاع حماية الصحفيين في المناطق الخطرة في قطر في شهر 1، فقدام نغيب الصحفيين السوداني الأستاذ تيتاوي والأستاذ سمو، أنا قلت إنه السودان أصلا منطقة خطرة. أنتوا الآن بيتكلموا على مناطق الحروب وساحات القتال، لكن إحنا في السودان، السودان في حد ذاته يعتبر منطقة خطرة للصحفيين، والآن كلامي ده بيثبت ادعائي. هل اللي حصل معاك ده حصل مع زملاء صحفيين تانيين؟ كثير كثير جدا. الآن موجود هنا أنور عوض، تم اعتقاله واتضربوا ويتأذوا وكسروا لكم فقره هنا وعملوا له مشاكل، محتاجة يعمل عملية ب 16000 جنيه استرليني، موجودة الآن هنا معاي. في مجموعة من الصحفيين السودانيين تم تغييبهم قسريا الآن موجودين في مصر وغير مصر. شكرا لك. عفوا.